مرزوق الدعوة للجمهورية الثالثة. فمن الزيدة تقول أنه هذه هي الأجندة الإماراتية في تونس، الأجندة اللي تحب بين ظفرين تطوع المسار الديمقراطي في تونس حسب توجهتها هي، وأنت منخرط في ذلك حسب ما يقال. مثل الشعب يقول لك الشاوي الشاوي لو كانت تبخر له بالجاوي. توا الكلام تاعنا على الجمهوريه الثالثه نقولوا فيه من 2014 و15 و16 هم يقولوا لي انت مرتبط بالامارات بالامارات من وقتها. لا لا وقتها مرتبط بقطريين حسب بعض الاطراف. 2019 قطر. لا لا 2011 هما روحت 2011 و12 يقولوا الدوحه. ايوه ومن بعليك ولات الامريكان ومن بعليك الاماراتيين وكي سافرت لروسيا قالوا زاد الروس. وتوا انا مادام عندي علاقه بحفتر معناها مربوط بالروس وفي نفس الوقت صاحب الامريكان. هو انا وكان جيت صحاب الناس هذوما الكل فرد وقت راهو فصلنا هناك مدة. كيفاش؟ معناها تو معقول اصحاب هالاطراف الدوليه كل هذه معناها المتناقضين قطريين ضد الاماراتيين الروس ضد الامريكان. هذه تو الاخيان في جماعه النهضه انا شفتوني قاعد كل مره واخذ الطياره نمشي نتشاور مع الشيخ محمد بن زايد. شكون اللي ياخذ في الطياره نهار الكل قاعد في اسطنبول في تركيا؟ الشيخ راشد الغنوش. عيني عيني قدام الناس الكل. قال شنو؟ قال ماشي هني فيه بكرهبه درشنيه كهربائيه. معناها اللي قاعد انا الكل ياخذ في الطياره ويسافر قدام الناس هو راجل غنوشي. شفتوني شي مره انا في المده هذه في الخمس سنوات قاعد في اجتماع انا والشيخ محمد بن زايد ولا الشيخ محمد بن راشد ولا قاعد انا والشيخ محمد بن سلمان ولا قاعد انا ومحمد السيسي عبد السيسي؟ هذا الظاهر هذا الظاهر، ولكن العلاقات السياسيه مش بخوض الطياره ويمشي. لا ما يسمحني دونك انتوما شو كيفاش يقول حاجه توا ما ثم حتى علاقه ظاهره. اي ما ثم حتى شيء مش ظاهر كمام يلزمنا بالسيف نشدوا معناها في الشخص هذاك باش نقولوا له كذا. هذه اتهامات باطله واللي يعملوا فيها هما ناس كل نهار قاعدين يمشيوا امام العالم بالافات معناها بالوقايع. لذلك معناها هذا توا الخيان اللي قاعدين شادين كل مره في الامارات وفي شنو وغيره يخبيوا في هما اش قاعدين يعملوا. وشنو علاقه هذا بالتهديدات اللي خلطت لك ديرنييرمون؟ انت مهدد معناها بصفه رسميه واعلموك وانا معناها صراحه انا شيء كنت هذايا باش نتوقعوا نتوقعوا معنا علاش على خاطر منين من عند شكون؟ من عند المخابرات التركيه راسا وانا ما مشيتش نحكي مع